طيب خلينا نروح على ترند الاهلي. عندنا بعض الاخبار المهمه اللي اكيد برضو فيها تعليق كتير جدا لازم نتكلم عنه وتفاصيل نوضحها لجماهير النادي الاهلي. نبتدي بحساب في الجول، واللي بيتكلموا ان في مصدر من النادي الاهلي قال لهم ان احنا توصلنا لاتفاق مع شركه اليانز من اجل الحصول على حقوق استاد الاهلي واطلاق اسم الشركه عليه كحق انتفاع لمده 20 سنه مقابل ما يقرب من 6 مليار جنيه. طيب احنا دلوقتي بنتكلم هنا مع بعض على المستوى الرسمي، تمام؟ هل في اي اعلام رسمي من النادي الاهلي؟ لا. طب ما انت يا امير كده ما اضفتش حاجه جديده، طب اضيف لك حاجه جديده اطمنك بشكل او باخر. طيب المؤكد ان الملف بتاع استاد النادي الاهلي هو ملف يحزو بالاولويه داخل القلعه الحمراء وعند مجلس الاداره وعند رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وقد يكون هناك اتفاقات مبدئيه، مش توقيع عقود، قد يكون هناك اتفاقات مبدئيه في هذا الاتجاه، وان باذن الله واحد احد من الوارد جدا ان احنا نسمع اخبار سعيده بخصوص استاد الاهلي الحلم اللي بينتظره كل الجماهير الاهلاويه. الواحد بيحلم يشوف الاهلي بيلعب في الملعب بتاعه بالشكل والتصميم اللي يتناسب مع هويه النادي الاهلي على غرار الانديه العالميه. فهل الناس في النادي يعني مطنشين مثلا الملف ده؟ لا، ده الملف ده ليه كل الاولويه وكل الاهتمام خلال المرحله المقبله. لكن انا اقدر اقول لكم هنا ايه؟ ها؟ ان احنا هننتظر الرسمي من النادي، وكل حاجه في وقتها، ما تقلقوش، اطمنوا بس كده، اطمنوا. فدي جزئيه مهمه جدا. طيب تعالوا نروح لخبر اخر. كوره بلس بيتكلموا على موقف ياسر ابراهيم من المشاركه في تدريبات الاهلي. ياسر هيشارك يا جماعه عادي، مفيش اي مشكله خالص، واكيد جاهز للمشاركه في التدريبات، وهو كان حصل تنسيق وشرحنا القصه اكتر من مره، تنسيق ما بين الاهلي والمنتخب، لان المعدلات البدنيه والحمل البدني اللي كان واخده ياسر ابراهيم بما انه لاعب مش رايح منتخب مصر كان عالي، الحمل البدني كان عالي، خصوصا ان هو هياخد اجازه 5 ايام. فلما جه المنتخب فجاه بعد ما اتصاب متولي، فقال لك انا عايز ياسر ابراهيم، فتم التواصل ما بين الاهلي والمنتخب، قالوا لهم يا جماعه في احمال بدنيه، فده بالتالي ممكن يؤدي الاجهاد عند ياسر ابراهيم. فالمنتخب طبعا اقتنع بالكلام ده، فبالتالي تم استبعاد فكره انضمام ياسر ابراهيم، لكن ياسر جاهز للمشاركه في التدريبات ومن ثم ان شاء الله المشاركه في المباريات. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نكمل، لسه عندنا تفاصيل كتيره جدا، استنونا يلا.